تريتمنت اوف فراكشر شافت اوف فيمر. تعالوا ناخد الاثنين سهلين الاول وبعدين ناخد بقى بالتفصيل في الكلام الكتير قوي. الكلام السهل تريتمنت، طبعا اوعى تنسى الجنرال ميجرز عشان ده اتفقنا واحد من الميجر فراكشر وعيان عنده شوك وهيموراج، وما تنساش بقى الاي بي سي دي اي والفيرست ايد بتاع العيان. تريتمنت بقى اوف فراكشر حسب التلت. الابر سيرد فراكشر اللي هو السبتروكانتريك فراكشر ده خدنا قبل كده هو في الاكسترا كابسولار نيك فراكشر، ان احسن ما يمكن التريتمنت بتاعه بيكون بهذا النيل عشان داخل جوه المظله، يبقى اسمه انترا ميدالري نيل. والنيل ده مخصوص جدا عشان بيكون فيه لوكينج سكرو هنا هو جزء منه داخل جوه النيك واصل في الهيد، واللوكينج سكرو اللي تحت دول راشقين في الانترا ميدالري نيل عشان ما يحصلش اي ديسبليسمنت او ان العظمه والنيل يلفوا على بعض. ده اسمه ايه النيل المشهور قوي ده هو؟ ده اسمه بروكسيمال فيمورال نيل، وده كنا خدنا قبل كده هو ان هو بيتعمل للناس اللي اقل من 70 سنه. فوق سن 70 سنه العيان ده هو عرضه قوي للافاسكولار نيكروزس اوف ذا هيد. فلو حصل له افاسكولار نيكروزس وعنده سيفير اوستيوبروزس فيبقى العيان ده احسن حاجه ان احنا نعمل له هيمي ارثروبلاست اللي انتوا عارفينها طبعا كلكم. فراكشر لور سيرد، فراكشر لور سيرد ده بقى هيبقى العلاج بتاعه ايه؟ فراكشر لور سيرد ده العلاج بتاعه عباره عن اوبر ريدكشن وانترنال فيكسيشن بسكرو. السكرو ده هو هيكون عباره عن ايه؟ السكرو ده هو عباره عن بليت اند سكرو، والسكرو ده هو والبليت عاملين كده هو ده بليت معين متصمم مخصوص عشان يكون فيه اكستنشن يدق جوه الكوندايلز بتاعه الفيمر، عشان كده سموا البليت ده هو اللي ليه اكستنشن كده هو انه بيخش جوه كوندايلز وفيمر اسمه كوندايلر بليت. والكوندايلر بليت طبعا ده عشان يثبته في مكانه في اللور سيرد بيدق المسامير الالابوز دي اللي هي سكروز، فيبقى كوندايلر بليت اند سكرو ده احسن علاج لللور سيرد اللي هو السوبرا كوندايلر فراكشر. ممكن كمان في اللور سيرد يتعمل لوكد ريتروجريد انترا ميدالري نيل. طبعا الانترا ميدالري نيل الطبيعي اللي احنا بنعمله وهو ده المين تريتمنت في فراكشر ميدل سيرد اوف ذا شافت ده بيدق من هنا. ايه العظمه دي؟ ده الجريتر تروكانتر، بيدق من الجريتر تروكانتر يعني من فوق لتحت، او بيدق في الحفره ده هي مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، دي اتاتش ديها البايريفورمس فبتقال عليها البايريفورمس فوسا، بندق النيل من هنا اهو. فالنيل الطبيعي بيدق انتي جريد من فوق لتحت، لكن حيث ان احنا بقى بنتكلم على فراكشر لور سيرد ساعتها بقى هضطر افتح الني جوينت عشان اعمل اكسبوجر للنوتش ده اللي ما بين الكوندايلز اوف فيمر. نوتش ما بين الكوندايل يبقى اسمها انتر كوندايلر نوتش، وادق فيها بقى النيل الانترا ميدالري نيل من الانتر كوندايلر نوتش من تحت لفوق. وعشان هندق النيل من تحت لفوق ده هيتقال عليه ريتروجريد انترا ميدالري نيل. بس العمليه دي صعبه وانا ما اعملهاش ريكومنديشن خالص، لان انت بتفتح ني جوينت وتدق نيل من خلال الني جوينت وبتاع، دي عمليه انفيزيف قوي، وعشان كده معظم الناس دايما بتفضل الطريقه دي اللي اسمها كوندايلر بليت. واسمه كوندايلر ليه البليت دون؟ عشان مصمم لعلاج منطقه الفراكشرز بتاعه الفيمورال كوندايلز،
وليه اكستنشن البليد ده بيدق جوه اللاترال وميديال كوندايل اوف فيمر. ماشي، نيجي بقى للجزء اللي فيه كلام. خلاص احنا خلصنا من الابر سيرد واللور سيرد، الكلام بقى كله في فراكشر ميدل سيرد. فراكشر ميدل سيرد والله بقى حسب السن. في الاطفال الصغيرين، طفل لسه مولود وعنده فراكشر شافت اوف فيمر، ده تعمل له ايه بقى؟ اعمل له غالبا ده. ايه ده بقى بالظبط؟ ده عباره عن براس كبيره اسمها بافليك هارنس. بافليك هارنس ده عباره عن كبيره، وده التريتمنت اوف تشويس في الاطفال من 0 ل 6 اشهر، من يوم الولاده لحد ايه 6 اشهر. طبعا الواد ده حركته كتير وبيقعد يرفس برجليه بتاع، فانا بيني وبينك عايز اثبته، نفسي ان انا اثبته في الوضع ده. Inflection of the thigh وabduction للthigh بالجبيرة دي وتبقى ثابتة لمدة، ده بيلحم بسرعة قوي بسرعة قوي فراكشر شافت أو فيمر في السن ده، في ثلاث تقريبا أسابيع بالإيه؟ بالبافليك هارنس داون. طيب مفيش ألترنيتف، الألترنيتف بايخ قوي، جبس باخد فيه الترانك الابدومن بتاعه الطفل بالرجلين بتاعته. زي ما انتم عارفين لما يكون جبس بياخد جزء من الترانك ولم، ده بيتقال عليه سبايكا كاست، وحيث ان انا حثبت بيه الهيب جوينت والساي فبيتقال عليه هيب سبايكا كاست. في الهيب سبايكا كاست ده التريتمنت اوف تشويس في السن الجاي اللي هو فوق 6 اشهر، بس في السن ده اقل من 6 اشهر الجلد بتاع الواد ده رفيع وحساس قوي، وتحط عليه الجبس الناشف ده ويحتك بيه، بيني وبينك ممكن يحصل له ألسريشن. فعشان كده هو حكايه الهيب سبايك دي مش مستحبه في السن اللي تحت 6 اشهر. لكن بقى الطفل ده فوق سن 6 اشهر بيني وبينك جلده بقى طبيعي وكويس وهيلسي، يستحمل بقى الهيب سبايك ده. هي الهيب سبايك ده، هي يا جماعه ده التريتمنت اوف تشويس من 6 اشهر لحد 5 سنين، ده التريتمنت اوف تشويس. الهيب سبايك على فكره قد تكون سنجل رجل واحده، وقد تكون زي دون اتنين هيب سبايك باي لاترال، وقد تكون واحد ونص سبايك، دي اسمها واحد ونص. ما علينا، انتوا طبعا كلكم بتستعجبوا على اللي فات اللي هو البافليك هارنس داون والهيب سبايك. هل ده هتقولوا ده يعني محافظ على الريدكشن كويس؟ يا راجل ريدكشن ايه؟ ولا يهمك ريدكشن ولا يهمك حاجه. ايه بقى اللي يهمك؟ انا اللي يهمني في الاخر الهيلينج يطلع سموث زي الفل. خد لي بالك بقى في الاطفال، بالاطفال حتى لو لحمت غلط، لو لحمت شورترينج، لو حصل مليونيوم طز، ده طفل لسه صغير عنده الريمودلينج والعظمه لسه بتتكون، فالريمودلينج عنده بيرفكت. وهنا بقى سبحان الله الخلاق العظيم، فالقران يقول لك الذي خلق كل شيء ثم هدى. فالفيمر ده هي متبرمجه وهي لسه بتتكون، حصل فراكشر لسه في الطفوله تحت سن الخمس سنين، لو لحمت غلط، لو في شورتنج مليونيوم بتاع، بيحصل ريمودلينج وتتعدل وتروح موضبه نفسها وترجع تاني زي الناحيه السليمه النورمال اللي على الناحيه التانيه. فعشان كده هو انا هنا هو اللي يهمني قوي انها تلحم وخلاص، وحتى لو لحمت غلط هيحصل بعد كده ريمودلينج. طب من 5 سنين ل 11 سنة، من 5 سنين ل 11 سنة في علاج مؤلم، الواد هو ممكن يقعد فيه لمدة على الأقل 6 أسابيع في السرير، شهر ونص، اسمه سكين تراكشن. سكين تراكشن دي ميثود اوف ريدكشن، وهنحافظ عليها على سكين تراكشن كميثود كمان اوف فيكسيشن.
وفكرة التراكشن كالمعتاد زي اي ريدكشن، هعمل تراكشن على الديستال فراجمنت وكاونتر تراكشن على البروكسيمال فراجمنت، بيننا شد على الجلد، معتمدا طبعا ان الجلد في الطفل ده هو اللي هو من 5 ل 11 سنه إلاستيك يستحمل الشد، والمسلز بتاعت الطفل من 5 ل 11 سنه ضعيفه، فيادوبك بشد على الجلد كده بسيط هتغلب على المسل سبازم واعمل لهم ريلاكسيشن واحافظ على الريدكشن. نعمل بقى ازاي السكين تراكشن داون؟ في عندي طريقتين، طريقه اسمها سكين تراكشن باي توماس سبلنت، الجهاز ده توماس سبلنت عباره عن حلقه معدنيه، الحلقه المعدنيه دي متبطنه ومغطينها بسفنج وجلد عشان تبقى طريه خالص، طالع منها سيخين حديد تو ايرن بارز، ودول متصلين تحت هنا في الحته دي اللي اسمها البوتوم اوف ذا توماس سبلنت. جهزوا التوماس بلنت للاستخدام وجهزوا رجل الايه العيان للاستخدام. بجهز التوماس بلنت من انا اجيب شاش واروح لفه ما بين التو ايرن بارز عمودين الحديد دول عشان اسد المسافه اللي ما بين عمودين الحديد ويبقى في النص هنا في الشاش. جهزوا رجل العيان للشد، بروح جايب مشمع لزق، والمشمع اللزق ده هو بروح حاطه ألزقه على الجلد بتاع العيان على الميديال اسبكت واللاترال اسبكت اوف ذا ليج، ويطلع من المشمع اللزق دون حبل روب. يلا بقى لبسوا العيان الجهاز، فالعيان دون هيروح مدخل رجليه جوه الايه الجهاز، دخلنا رجليه. ممكن بقى سعادتك تشد بقى على الحبل، بروح شدد على الحبل، فالحبل يشد على مين؟ على المشمع اللزق اللازق في مين؟ لازق على الجلد. واما شد الجلد نهون اللي في الليج ده هيشد على الديستال فراجمنت. اربط لي بقى الحبل ده في البوتوم اوف ذا توماس بلنت، وانت بتربط الحبل ده على التوماس بلنت، التوماس بلنت بالمنظر ده هيروح مزوق لفوق، فالحلقه اللي فوق ده هي هتتحشر فين؟ في الجلوتير ريجون بتاع العيان. حشره الحلقه دي على الجلوتير ريجون بتاعت العيان هتروح عامله لك الكاونتر تراكشن على البروكسيمال فراجمنت، ويبقى ده المنظر الشيك بتاع التراكشن باي توماس اسبلنت. بنشد على الادهيزيف بلاستر، يبقى بنشد على الجلد، بنشد على الديستال فراجمنت، وحشره الحلقه المعدنيه دي فوق عند الجروين وعند الجلوتير ريجون اديتك الكاونتر تراكشن على البروكسيمال فراجمنت. ده اسمه تراكشن باي توماس سبلنت. في عندنا تراكشن بطريقه اسمها سلايدنج ميثود او بالانسد ويت. العيان ده بينام على السرير وبنعمله نفس الحركه اللي فاتت، بحط له المشمع اللزق، والمشمع اللزق ده هو اللي هو البلاستر المشهور قوي اللي في الاجزخانات ده العريض، بيروح طالع منه حبل، الحبل ده يعدي على بكره، بكره يعني بولي، وفي اخر الحبل ده حط لي الثقل المناسب وزن. طبعا كده هو الوزن ده هيشد على الحبل، هيشد على المشمع اللزاق، هيشد على الجلد، يشد على الديستال فراجمنت. يلا بقى شد لي على البروكسيمال فراجمنت. ازاي اشد على البروكسيمال فراجمنت؟ اشد على البروكسيمال فراجمنت بان انا ارفع رجل السرير. لو رفعت رجل السرير العيان ده هيحصل له ايه؟ لو رفعت رجل السرير العيان ده هو هيبقى مايل، ووزن الجسم، وزن الجسم بتاع العيان ده هو هيبقى لتحت بشد على الجسم بتاع العيان، وجسم العيان ده لما يبقى نازل هنا لتحت اللي هي الهيدن دنيك والترانك هيشد على البروكسيمال فراجمنت، وما يتشد على البروكسيمال فراجمنت يبقى انت عملت الكاونتر تراكشن. طبعا ما تفكرش خالص في السكين تراكشن ده خالص كونترا انديكيتد في اولد ايج، لان في الاولد ايج السكين ان الاستيك، ولو حبيت تعمل شد على السكين السكين ده هيتمزع في ايديك ويحصل ألسريشن على طول. اوعى تفكر فيه في واحد ادلت، ادلت يا عم المسلز بتاعته جامده جدا، هتيجي تشد على الجلد، الجلد هيتمزع منك ومش هتتغلب على المسل سبازم القويه ده هي. او لو في كومباوند فراكشر، كومباوند فراكشر يعني في ووند وانت عايز تشد على الجلد
ما تشد على الجلد ده يمنع الهيلينج اوف ذا ووند ويمنع الهيلينج اوف ذا ووند. العيان ده هو طبعا طبعا حكايه ان هو بقى يقعد في السرير ده لمده 6 اسابيع دي مؤلمه قوي. بيني وبينك بقى عشان كده هو التريتمنت اوف تشويس الحركه دي ان انا احط لك انتراميدالري نيلز. في السن ده هو الوزن بتاع الطفل هيكون قد ايه؟ يعني يقول لك وزن كده الطفل يعني ده بيكون 35 كيلو 40 كيلو حاجات زي كده. فعشان كده قال لك مش لازم نحط النيلز اللي هي الحديد المعدنيه اللي بتحط الناس الكبار، بنحط لهم فليكسبل نيل. فليكسبل نيل يعني نيلز كده هو يعني مش حديد، بتبقى ماده كده هو بلاستيكيه ناشفه وبتتحط. دي سيمبلي جدا، بتتحط سيمبلي جدا. ازاي ده؟ بكلوز تكنيك، انسيجن صغير قوي على الميديال اسبكت وعلى الليترال اسبكت اوف ذا ساي، واندر راديولوجيكال كنترول اهو قدامي. بروح مدخل من الميديال اسبكت اوف ذا ساي فليكسبل نيل، وعلى اللاترال اسبكت اوف ذا ساي هروح مدخل الفليكسبل نيل الثاني، والاشعه بتوري لك ان انت معدي من الديستال فراجمنت للبروكسيمال فراجمنت وزي الفل. فالفليكسبل نيل دي التريتمنت اوف تشويس في هؤلاء الاطفال اللي من 5 ل 11 سنه. لو الحلاقه يعني الحكايه دي فشلت وما عرفتش اعملها، يبقى ده البديل. بس ده عمليه بقى كبيره، يعني العيان ده ما عملتلوش غير الانسيجنز الصغيره قوي دي، السنتي هنا والسنتي هنا يمين وشمال ميديال ولاترا. لكن بقى لو فشلت مضطر بقى اعمل عمليه كبيره عشان اعمل اوبر ريدكشن وانترنال فيكسيشن ببليت اند ديسكروز. في الام سي كيو طبعا في السن من 5 ل 11 ذا بيست تريتمنت از فليكسبل نيلز. العيان ده هو من 11 سنة للسكيليتال ماتيوريتي. الحل ايه؟ زي اللي فات، زي اللي فات بقى، بس خد لي بالك ان وزن الطفل ده هو بقى فوق سن فوق 50 كيلو وما تستحملهاش الفليكسابل نيلز. فبيني وبينك بقى في السن من 11 ل السكيليتال ماتيوريتي يعني لحد 20 22، العيان ده بنحط له ريجيد نيل اللي هو ميتال نيل عادي جدا اللي هو اسمه انترا ميدالري نيل. ففليكسبل انترا ميدالري نيل ده في السن بتاع من 5 ل 11 سنه. فوق سن ال 11 هتضطر بقى العيان ده تحط له ريجيد نيل، او الخيار المر ده اللي هو بليت اند سكروز. على فكره حلاوه الفليكسبل نيل ده يعني ان انا على فكره غالبا العيان ما بيشتكيش منها بعد كده وممكن يسيبها، ونادر ان انت تحب تشيلها، ولو حبيت تشيلها برضه هتشيلها زي ما دخلتها من خلال الانسيجنز الصغيره ده هي. لكن عيب الاخ ده اللي هي البليت اند سكرو لو عملت مشاكل عيان، دي عمليه كبيره بانسيجن كبير وهتضطر تعمل عمليه لوحدها عشان اشيل الميتال داون من جسم العيان. هذه المشكلة بتاعت البليت اند سكرو. العيان ده هو بقى في الادلت لايف بعد بقى الايه السكيليتال ماتيوريتي، ايه العلاج بتاعه ايه؟ طبعا سيرجيكال تريتمنت از ذا بيست عشان العيان ده يقوم يتمشى بسرعة فنمنع الكومبليكيشن او برلونج البيد ريست. بس بيني وبينك الحكاية دي محتاجة فلوس كتيرة، العملية غالية والادوات غالية. فالعيان دون لو السيرجري افيلابل طبعا از ذا بيست، او على الاقل لحد ما تبقى افيلابل مضطر اعمل حاجه كده انتقاليه اسمها سكيليتال تراكشن. ايه فكره السكيليتال تراكشن ده؟ هي في الادلت لايف المسلز جامده قوي، فانا هعمل تراكشن بس الجلد ما يستحملش الشد الجامد قوي ده، هيتمزع في ايديا ويحصل ألسريشن. فقال لك لا بقى احنا نشد على حاجه جامده اللي يستحمل الشد العظم. فبروحوا جايبين مسمار كده صغير قوي اسمه ستيم مامبن، يدقوه في التيبيال تيبروزي حته العظمه البارزه دي اللي عندك تحت الباتيلا على طول، او ساعات بيدقوها من الناحيه
لناحية تطلع من الناحية التانية في الكوندايلز اوف فيمر، تدقها من هنا لهنا اهو، والنيل ده بقى يروح طالع منه الحبل، والحبل ده يعدي على البكرة، وحط بقى الوزن التقيل اللي انت عايزه عشان اتغلب على الماسل بول. فده للأدلت بيعمل حاجة اسمها سكيليتال تراكشن، يعني بشد على العظم عشان الماسلز عنده قوية. على فكرة التراكشن بقى سواء كان سكين او سكيليتال انا ما بحبذوش ليه، ودايما بنحبذ السيرجري، لان اولا العيان ده هينام في السرير لمدة طويلة، يبقى عنده عرضة للكومبليكيشن وبيد ريست الجامدة جدا اللي ممكن يموت فيها. بيني وبينك انت بقى، هل الحكاية دي التراكشن اللي انت بتعمله سهلة يعني ان انت تظبطه 100% وتحافظ على التوف راجل دول كده ثابتين قدام بعض لمدة 3 اشهر؟ طبعا استحالة. فان انا اظبط التراكشن ده ويتحط قدام بعض شبه مستحيلة. ينتج عن ذلك ايه؟ لو التراكشن ده قل شوية يبقى العظم هيركب فوق بعض ويحصل اوفر رايدنج وشورتنينج، يعني ديليد بعد كده وان ديليد يونيون وشورتنينج. طيب مال يونيون يعني وشورتنينج. طب لو حصل بقى ان انت شديت جامد قوي بقى التوبون فراجمنت بعاد عن بعض هيرحمه كويس، ينتج عن ذلك ديليد يونيون وقد تصل الى نون يونيون كمان، لان العظمتين البعاد عن بعض يمكن يفشلوا خالص في الهيلينج. العيان ده هنكون ان هو متثبت لمده طويله وما بيحركش اللور ليم خالص، هيجي له ني ستيفنس. وبعدين العيان ده لو حاطط رجليه على التوماس سبلينت ده، التوماس سبلينت ده البار اللي على اللاترال اسبكت، اللاترال اسبكت ده انت كده هون على النيك فيبولا، والفيبولا بارزه كده هون وعليها نيرف معدي. الفيبولا بارزه تحت الجلد عندك حاسس عليها، وعليها نيرف ممكن يتضغط على العمود الحديد ده بتاع توماس بلينت يجيب لك كومن فيبيولار نيرف انجري. عشان كده طبعا السكيليتال تراكشن ده انا ما بلجأهولوش غير لو انا مش قادر اعمل الجراحه عشان الامكانيات الماديه، بلد فقيره او عيان فقير او حاجه زي كده اهو. السيرجيكال تريتمنت طبعا از ذا بيست، طبعا احسن سيرجيكال تريتمنت في الادلت لايف الانترا ميدالاري نيل، which is the treatment of a choice. الانترا ميدالاري نيل ده طبعا ده المين لاين اوف تريتمنت، هيقوم العيان ده هو بدري جدا بعد العمليه على طول يمشي على عكاز ويحرك ركبته، وبالتالي افويد الكومبليكيشن اوف برونج البيد ريست. طبعا السيرجيكال تريتمنت ده برضو لو في فاسكولار انجري لازم تعمل تصليح للكسر الاول بالاوبر ريدكشن والانترنال فاكسيشن قبل الفاسكولار ريبير. احسن لو انت عملت فاسكولار ريبير والعظم اتهز ما كانش متصلح باوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن، ممكن يحصل انتربشن للفاسكولار ريبير وديسربشن. طبعا ده احسن علاج للانستابل فراكشرز. الانترا ميدالاري نيرف كونترا انديكيتد لو في اي احتمال للانفكشن، زي لو في كومباوند فراكشر. ايه الميثود بتاعتك؟ الاندر راديولوجيكال كنترول، بدخل هنا هو جايدنج واير، والاسيستنت بتاعي يشد لي بقى رجل العيان كده كويس لحد ما يجيب العظمتين قدام بعض، واروح مدخل الجايدنج واير من البروكسيمال للديستال فراجمنت، وعلى الجايدنج واير ده هبتدي بقى ادق الانترا ميدالاري نيل الميتال ده، بتدخله من فوق لتحت، وزي ما اتفقنا من حتة من اتنين، يا من الحتة دي اللي اسمها جريتر تروكانتر، يا اما من الفوسة دي اللي اسمها بايريفورمس فوسة، ودي اسمها انتي جريد، لانك لو جبته من تحت بيتقال عليها ريترو جريد. طبعا دي حلاوتها ان انت وانت بتدخله ما بيعملش انتربشن للفراكشر هيماتوما، وأفويد أي احتمال للسوفت تيشو دامج حواليك، لأن أنت بينه وبينك في الخطوة الجاية اللي هي البليت والسكرو ده أنت بتعمل تيشو ديسكشن، وده ممكن يضر بالسوفت تيشو الاتاتشد العظمة، والسوفت تيشو على فكرة الاتاتشد العظمة دي تمثل جزء مهم جدا من البلاد سبلاي بتاع العظمة. فعشان كده هو بيني وبينك الانترا ميدالاري نيل دي زي الفل،
دخلنا الجايدنج واير وتحت الاشعه الاناميه 100 دق على الجايدنج واير الانترامدرال نيل من البروكسيمال للديستال فراجمنت. تحب النيل ده يكون رفيع ولا تخين؟ هو طبعا لازم يكون المفروض احسن ما يمكن اتخن ما يمكن، عشان كل ما كان تخين ولابس جوه المظله كويس العظمه دي ما تقدرش تلف حواليه. عشان النيل يبقى اتخن ما يمكن، احسن حاجه بقى تروح عامل ايه؟ هي المظله كانت كده اهو، ما توسعها لي، بوسع لك المظله دهيا، بوسعها لك، بعمل لها عمليه توسيع اسمها ريمينج اوف ذا ميدالري كافيتي، وما وسعها ده يمكنك ان تدخل اتخن نيل ممكن. بقول لك ايه اتخن نيل ممكن؟ ما تجيبش نيل شنيل قد كده وتحاول تدق، لان انت وانت بتدق ممكن تكسر العظم. ماشي. حكايه بقى ان العظمه دي تلف على النيل دي برضو ملحوقه بحاجه ثانيه، بان انا بعد ما دخلت النيل، النيل ده بيكون فيه خروم، بروح دائلك في الخروم دي مسامير الاوز سكروز. بتهيألي لو انت دقيت السكرو هنا هون كده هون، السكرو دون يبقى كده هون عمل لوكينج، بتقال عليهم لوكينج سكرو، عمل لوكينج، راح عامل لوك للنيل. النيل دون هيروح فين؟ والعظم مدوه كمان فيها النيل دون السكرو دون، فالعظم ده هيروح فين؟ فدي بيتقال عليها لوكينج نيلز، المسمارين الالوز دول. ايه الكومبليكيشن بتاعت الانترامدال نيل؟ طبعا لو التكنيك بتاعك مش نظيف، انترودكشن اوف انفكشن، وتبقى عملت نصيبه سودا اسمها اوستيو مايلايتس، التهاب في العظم. النيل ده لو طويل زياده عن اللزوم، لو طويل زياده عن اللزوم، دق 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 دق، النيل الطويل زياده عن اللزوم هيروح طالع لك من هنا من ني جوينت، ويبقى انت دمرت الارتيكولار سيرفيس اوف ذا ني جوينت وجبت العنده وان اوستيو ارثرايتس. كده انت خفت من النيل الطويل، فممكن تجيب نيل قصير. لما هو النيل القصير دون يبقى ما دخلش كويس في الديستال فراجمنت ومش هيعمل بروبر فيكسيشن. النيل الرفيع العظمه تلف حواليه ويلف هو والعظمه تلف، وده يعمل ديستربانس في اليونيون. طبعا كده هتقول طب ما دخل بقى تخين قوي. لا، اوعى تدخله اتخن ما يمكن زياده عن اللزوم، وانت بتدخله روح مكسر لك العظم. العيان ده هو ان لو فشل الانترامدال النيل، ودي عمرها ما بتفشل، في النوادر انا قد اضطر الجا الى الاوبر ريدكشن والانترنال فيكسيشن باي بليت اند سكروز. بليت اند سكروز، ودي على فكره عيبها عكس الادفانتج بتاعت الانترامدال النيل. وانت بتدخل الحاجات دي وبتدقها بتضطر تعمل تيشو ديسكشن، تضر بالتيشو اللي اتاتش للبون، فده يضر البلاد سبلاي بتاع البون، فما يعمل ديليد يونيون او نون يونيون. ماشي. لو حصل مشكله منها، لو حصل مشكله منها، ده انت عمليه ثانيه بانسيجن ثاني عشان تعمل ريموفال للميتال ده هو. بعكس نيل على فكره ده بفتحه صغيره خالص فوق جدا فوق عند الجريتر تروكانترا، ممكن امسك النيل ده واسحبه. ويبقى ده التريتمنت اوف فراكشر شافت اوف فيمر. ثانك يو فور جود لسننج اند جود لك. انا طبعا كان نفسي ان انا لمها لكم واقولها لكم تاني بسرعه، بس كده الفيديو هيبقى طويل قوي، وهعتمد ان انتوا تقدر تعيد العد الفيديو كذا مره وتسمع كذا مره الكلام، فمش محتاج لما يعني عشان الفيديو ما يطولش مننا زياده عن اللزوم. Thank you for good listening and good luck.